الفنان محمد رمضان. عايزة أسأل على التصريح اللي حضرتك قلته إن هو فنان ناجح وموهوب. طبعا. طب إيه سبب الهجوم اللي إحنا ما بنخلص؟ عشان ناجح وموهوب. كل الناس كتير ارجع لتاريخ عادل امام قوي. ارجع لتاريخ عادل امام والاستاذ احمد يعني صحفي كبير وعارف الارشيف الصحفي كويس تمام. وشوفي كانوا بيقولوا عليه ايه. حلو. ولحد النهارده هو بس يمكن السوشيال ميديا زودت يعني بقى ما كانش فيه سوشيال ميديا الاول كانت جرايد ومجلات يا استاذ عادل. مش معقول ان واحد يقعد ماسك بتاع حته بتاع قد كف كده كام انش ويشتمك وهو مش مراعي ان احمد لواري جوزك مش عارف يجيبه فيروح شكمه فانا اتحمق لاحمد صاحبي فهيشتمني وانت مش عارفه تجيبيه. في يعني لازم يبقى في ضابط ورابط لهذا الجهاز الخطير لان في ناس بتطلع عقدها النفسيه بتركز عليه قوي ومشاكلها السوداء على الناس على ناس وده لازم ان هو يبقى له حل. وانا شايف ان الحاجات دي هي ممكن تخضع تحت قانون الرقابه اللي لازم يتغير. سلت محمد رمضان تربط على طول سلت العمدة مسلسل. نعم. عودة بعد غياب احكي لنا كده ومحمد سامي ومحمد رمضان هو بص اقول لك على حاجة. سامي من اشطر المخرجين دايما ده رأيك فيه ان هو اشطر وساحر في الحكاية ومحمد رمضان شئنا ام ابينا نجم كبير جدا 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 عارف يحقق في فترة قليلة جدا ما لم نجاح كتير وغيره. صح. ولو جماهيريه جارفه دي حقيقة وفي دور حلو. طب انا ما اشتغلش والناس بتقول لي تعالى اشتغل معايا. لا طبعا لا طبعا تشتغل بس احكي لنا الحكايه بدات الحكاية ازاي جت خالص. والله سامي اتقابلنا وعرض عليا الدور وانا رحبت لان انا اثق فيه مؤلف ومخرج يعني. لا هو طبعا وكمان ميديا هاب هي اللي بتنتج شركه كبيره طبعا. وهيعرض في رمضان في رمضان في قنوات المتحده. بستغرب انا بقى حاجه في الحته دي يا استاذ تامر واحنا على علاقه قريبه يعني انا عارف ان كل القائمين على منظومه الفن او الدراما هم اصدقائك. نعم. ودايما بقى بنتقابل في مناسبات مع بعض. تشتغلش ليه يعني الناس بتقول لك الشلاليه والقريبين وانا ما بشوفش حد اصدقائه والناس كلها زيك ليه. انا كان تامر مرسي اللي هو كان مسيطر على الانتاج ده كان شريكي يعني. الحكايه كلها باختصار شديد انا عمري ما بطلبش ان اشتغل يعني ما كنتش انت تقول ان اشتغل انا مش هطلب اشتغل. نمره اتنين ممكن يكون بتتعرض عليها حاجات انا مش عارف اعملها مش شبهك مش شبهي اه وانا هعملها ليه وعندي حاجات كتيره قوي بعملها اهم يعني سينما الشعب ده مشروع عمري. تيجي نرجع ورا بقى كتير وانت صغير كنت مشاغب كده وعامل مشاكل انا بجد دلوقتي مشاغب. لا ما انت دلوقتي انا حافظ. لا بس اهديت شويه. لا اهديت شويه. لا ما اهديش على حاجه ده هو بس عشان بيحبني بس بس هو هل انت الطفوله انت واستاذ اشرف واولاد كاتب صحفي بحجم الاستاذ محمد عبد المنعم كانت الطفوله شكلها عامل ازاي وكنت عارف انك هتمثل ولا تبقى صحفي زي باباك يعني باباك لا كان صحفي؟ لا اخويا طبعا مختلف عني خالص اشرف طبعا يعني هو اهدى بكتير وبعد كده هو اكبر مني بحبه حلوين يعني فكان وعيت عليه هادي. انا طبعا كنت بعمل حوادث كتير وبعمل مشاكل كتير واتكسر كتير ويعني يعني كنت عامل مشاكل لكن في حدود برضو يعني نطاق ده الاحترام مش الاجرام يعني لا لا طبعا في بنشوف ده كنت عارف انك هتمثل او هتنتج او هتبقى انا دخلت يعني انا قررت ان انا اخش معهد السينما وانا بحب الكتابه ودخلت قسم السيناريو فربنا عشان كده بقول لك الواحد محظوظ يعني انا اشتغلت وانا داخل معهد كنت بشتغل مسرح مع عادل امام في الزعيم دخلت معهد السينما فكان حظي ان يبقى استاذي الاربع سنوات وظل حتى يوم ما ماتوا على علاقه بيا الاستاذ الكبير الاستاذ وحيد حامد اللي انا مفتقده جدا 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 جدا, جدا جدا في حياتي ده صاحب الكوره بتاع التاليف ده فيشغلني في فتحك ويشغلني في معالي الوزير فاعرف احمد زكي فصاحب احمد زكي وكان في علاقه لطيفه كنا نقعد نقلب بقى انا وهو يعمل السادات كان بيقلد كويس مشخصاتي بقى قال لك كويس هو ده احمد زكي لا انا قصدي ان هو مش مجرد السادات وعبد الناصر وعبد الحليم لا هو كان بيقلد اي حد تشوف هلو شلبي يعني تعرف انه ونقعد نهزر وكنت اروح له ايام مشخصاتي او انا بصوره واقول له انا بعمل كذا وانا هعمل السادات واللي يعمل كده
فحظي كان كويس دول. دخلت وزارة الثقافة، فاللي دخلني دكتور سمير سرحان تربطني بيه علاقة قوية بحكم من أبو الفنان خالد سرحان، خالد سرحان خالد أخويا يعني. فأشتغل مع فاروق حسني أحد أهم وزراء الثقافة اللي جم في تاريخ مصر، فيؤمن بي كانت فتحة كبيرة بقى يعني. فأشتغل بعد كده مع لينين الرملي، يعني أنا اشتغلت مع أسماء عظيمة جدا طبعا وكبيرة جدا عشرتها على مدى رحلتي القصيرة. حتى لما جيت اتجوزت أول جوازة، فكان حماية فريد الديب في وقتها اللي هو جد عيالي دلوقتي، دخلت أبويا طول عمره مع الرئيس حسني مبارك، فكنت داخل في الزوارق دي. يعني أنا ربنا كبار من يومك، ربنا خلقني شفت حاجات كتيرة وكبيرة كتيرة وكبيرة وبهدوء يعني، ما بدون زيطة. فدي فرص بتخلي بتشكل جواك حاجات كتير. يعني انا في مواقف تجيلي دلوقتي افتكر كلمه للاستاذ لينين، نصيحه من الاستاذ لينين. انت كل الاسامي اللي قلتها ده كتاب تاريخ. يعني اسامي رؤساء وسياسيين ووزراء وفنانين، فنانين زي عمرو دياب، كنت يعني الناس القريبه جدا من عمرو دياب، انا كنت من الدايره اللي حواليه. الاستاذ عادل امام طبعا فنان كبير زي ما حضرتك عارف، يعني اسماء كبيره كبيره جدا انت اتحطيت في وسطها من وانت صغير، فعمال تكبر بتشوف وبتتعلم وبتفهم وبتشوف بقى بتوزنها بدماغ هؤلاء يعني.